يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. على طول منقول انه العد العكسي لنهاية هالسنة ل 2020 بلش، يعني تقريبا 21 او 22 يوم ومنكون ودعنا هالعام بكل المساوئ يلي مر فيها وكل الايجابيات ايضا بالنسبة لبعض الاشخاص. فان شاء الله اللي تبقى من هالسنة تكون كلها ايجابية وخير وبركة على الجميع. يسعد صباحك يا آية. يسعد صباحك ورد وصباح الخير لكم مشاهدينا. يعني هالسنة مثل ما مرقت ل 2020 كان فيها يمكن الكثير من الصعوبات، بس ما في شك انه كل حدا فينا يعني اخذ درس مرتب بهي السنة بشيء معين، يمكن يكون ورد من موضوع كورونا مثلا على اكبر درس اكبر درس لنا كلنا رغم كل السلبيات، لكن نرجع هيك نطلع لولا كورونا ما كنا فكرنا هيك، او لولا كورونا ما كنا عملنا هيك، ما كان بيخطر على بالنا نعمل فلان قصه مثلا. فيعني في كثير تفاصيل اوكي هي صعبه لكن بالنهايه دروس مثل ما بيقولوا. ان شاء الله يا رب تكون دروس الحياه على طول سهله علينا ان شاء الله يا رب، وما يكون فيها نتائج سلبيه بكل الاحوال. بكل الاحوال ايضا احنا بنصبح للشيف سناء يلي بتنضم لنا يوميا وبتعطينا اطباق حلوه ودروس بفن الطبخ. صباح الخير يا شيف. صباحك ورد. يسعد صباحك. يسعد صباحك آية. شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم عندنا كروكيت بصوص الميلانيز. والله اوكي، بنشوف المقادير وطريقه التحضير وشو الطريقه والعيارات بالضبط مع الشيف سناء بعد شوي. شكرا يا شيف. شكرا ورد. شكرا مثل ما قلنا مشاهدينا احيانا بنكون عم نمر بتجربه كثير صعبه، بنتعكر احيانا، بنفيق الصبح رايقين وما احلانا وعنا طاقه ايجابيه غريبه، بس كمان ممكن نفيق معكرين ومعنا رغبه بفعل اي شيء على الاطلاق نتيجه روتين متكرر مثلا، او عدم اخذ قسط وافر من الراحه والنوم، او حتى حلم مزعج شفناه باخر نص ساعه قبل ما نفيق. فعلا الاحلام يعني عالم واسع وكبير، وكلنا بنحلم باشياء غريبه وعجيبه وبنشوف قصص مو مفهوم أولا من آخرة، بس في بعض الأمور ما بنقدر نشوفها بأحلامنا على الرغم من أنها عادية وبنعملها بحياتنا اليومية. شو هي وليش ما بنشوفها؟ نعرف سوا بهالتقرير. يا صباح الطاقة الإيجابية رغم كل ضغوطات الحياة ومشاكلها يلي بتشغل حيز كبير من تفكيرنا خلال النهار وبتتراكم جواتنا وبتصير مصدر إزعاج وقلق وقت ما نلاقي حدا نفضفض له يا آية. صحيح. ويمكن لأنه مو قدرانين نحكي
أو لأنه مقتنعين أنه ما في نتيجة من الحكي ببعض المواضيع. فعلاً وردو، يمكن الأهم بهالأيام أنه كل حدا فيه اللي مكفي ومو ناقصه هم يمكن، وخصوصاً أنه بعض الدراسات النفسية أكدت أنه الاستماع لهموم ومشاكل الآخرين بشكل مبالغ فيه ممكن يسبب أثر نفسي واكتئاب عند الشخص يلي عم يسمع. تماماً، كرمال هيك الأطباء النفسيين أنا بستغرب كيف ما بيوصلوا لآخر النهار وهن عندهم هيك أذى نفسي من المشاكل اللي عم يسمعوها. على كل حال، هاشتاغنا اليوم بيقول: هل تشاركون همومكم مع الآخرين وليش؟ خبرونا شو رأيكم بالموضوع من خلال التجارب يلي مريتوا فيها أو طبيعتكم الشخصية. وهلأ رح نسمع الكاميرا شو سجلت من آراء الناس وشو أخذت إجابات لما سألناهم نفس السؤال. انت من الناس يلي انه وقت تتضايق بتفضفض للناس يعني بتحكي ولا لا انا بخبي جواتي وخلاص؟ لا والله بخبي جواتي وخلاص، حسب الشغله يعني اللي عم يكون مخبيها، ولا يعني اذا كان مشكله ولا قصه صايره معي. ممكن للاشخاص الثقه يعني احكي لهم اياها. لا اكيد بكتمه جواتي. ليش؟ ما في سك يعني الناس ممكن يفشوا اي سر، اي حدا ممكن يفشي، فلا بكتمه جواتي ما بحكي لحدا. بتيجي ممكن فضفضة انه واحد يرتاح، انه فيني ناس عم تطبطب عليك يعني انه انا معك جنبك قد ما كان الحكي بيريح. هلا الواحد بيلاقي الانسان المناسب بيحكي له حسب الشخص اللي بده يفضفض له، اذا بيتفضفض له ولا لا. لا طبعا انا بخبي. ليش؟ لانه ما رح تلاقي حل. طيب اوقات بيقولوا انه الفضفضه يعني هيك بتريح شو؟ بتريح بس مع حدا يعني صديق لك بس بينك وبينه، اما انه يعني اكثر من حدا يعرف القصه لا بالعكس بتعركس الامور اكثر. لا والله خليه بقلبي احسن. ليش؟ كل واحد همومه ومشاكله كثير، اذا شيء ما بينحكى خلص انه بكتمه، اما اذا في شيء احكي لحدا اوكي امي او رفقاتي. خبي جواتي افضل. اذا كثير يعني موضوع كان حساس وممكن اخذ راي الاخرين ممكن يعني ما في مشكله. شو المشكله؟ تحكي له. ما في حتى لو ما حلولك. ايه اكيد ممكن تطلع شيء من قلبي. عباره عن اعباء ممكن تكون الواحد يعني عملت له نوع من الضغط والارهاق، فممكن يعني الحكي بفرغ نوع من الشحنه اللي عنده موجوده بداخله. يعني في بعض حالات ممكن فضفض لرفقاتي نحكي سوا، بس في اسرار في اشياء ما بتنحكى لحدا فهي بتضل بكتمها اكيد. حلوة الفضفضة، بس في حالة من الندم ما بعد الفضفضة هي اللي بتقلق يمكن كتير. يعني انت بهيك بتروح وبتحكي وبتشكي همك وبتقول للناس حواليك اصدقاء او اهل واي شيء، ممكن بعدين يمرق يوم يومين انه كأنه ما كان، كأنه حكيت زيادة، كأنه حبيت زيادة. انت لازم تنتبهي، انت لازم تنتبهي يا آية كتير، بس الشخص اللي عم تفضفضيله عم يعمل لك هيك كمل. تمام. احكي لي، أعطيني الأسهم اللي بدي أضربك فيها بعدين، بس تفيق تروح السكرة وتجي الفكرة مثل ما نقول باللهجة العامية. يعني كل فضفضة نحن منفضفضها لشخص غير المناسب هي سهم عم نقول له تفضل اضربني فيه لاحقا وهتني فيه إنك سمعت لي وعرفت أسراري وهمومي، بس تفيق للوضع. على كل حال، نحن بدنا نفضفض عدم خبرتنا بالطبخ للشيف سناء ونقول له علمينا يا شيف. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا تفضل. اول شيء حنبلش بمقاديرنا للبطاطا الكروكيت. عندنا البطاطا انا سالقتها وهارستها قد ما في، بتكون ناعمه بتكون افضل. تبهيرتها ملح، بهار ابيض، عندي بذر كزبره وكمون ناعم، بودره بصل، بودره ثوم عندي للحشوه، للت عندي طحين وبيض وكعك، حاطط له شويه بقدونس صغير فريش. هلا للحشوه عندي اياها بصل، فلفله حمراء، فلفله خضراء، فطر مقطع ناعم، ودرة وجبنه. وهون بدي احط شويه طحين وشويه بيض او صفار البيضه بس للبطاطا مشان انا تتجانس معي. اول شيء حبلش بالصوص مشان اكسب وقت. زبده، شويه زيت حتى ما تحترق الزبده، ارفع النار. هلا هون الكروكيت بشكل عام بتنحشى اكثر من حشوه، انا هون حاشيه هلا اليوم بس خضار، بحسن احشي دجاج وخضار، بحسن احشي لحمه وبصل. اللي بتاخذ اكثر من حشوه حتى بتاخذ ممكن سمك مع شبت ناعم كثير بتطلع طيبه، يعني هي الفكره انه نحن عندنا الاساس هو البطاطا وبتقبل كثير حشوات. حانزل بالبصل
بصل انا فارمته على المبشره، يعني قد ما بيكون ناعم بيكون افضل. عندي شويه ثوم، حسين قد ما بنحسن نفرمه ناعم بيكون افضل عشان ما كتير يبين بقلب التتبيله. تمام، هنزل هلا بالتومه خمصهم مع بعض، بعدين بنزل بالخضار اللي بده، دائما اللي بده سوا اول شيء، وبعدين برجع بالتتابع. هلا عندي الفليفله الحمراء، بحسن احط اكثر يعني غير الفليفله الحمراء، فليفله خضراء، فليفله صفراء، بردقاني، اللي بدكم اياه. احسن احشيها بس اجبان، يعني اكثر من نوع جبن كمان بتصير. هلا بس هيك ليتحمصوا مع بعض. هلا حبلش بالتتبيله، عندي ملح، عندي بهار ابيض، بودرة بصل وبودرة ثوم فقط. هلا حنزل بباقي المكونات اللي عندي. انا هون الفطر قد ما حسنت قطعته قطع ديز صغيره بس لحتى يكون نفس التجانس هو والفليفله، يعني وقت بيكون عندنا هيك قصه بنحاول انه كل القطع تكون بنفس الحجم. وانا كمان لانه بدي احشيها حشي بقى بدي اياها القطعه تكون ناعمه. هنزل بالذره، الوان على فكره كثير حلوه. الوان صيفيه. طيب هنزل هلا بشويه جبنه، هلا يفضل تكون شوي بارده. تمام، انا معلش حاترك الجبنه شوي بس من هون لتبرد بنكون ساوينا مع بعض البطاطا. هلا هيك حنتركها بس شوي لتبرد، حنرجع للبطاطا. انا هون البطاطا قد ما في، انا هون هرستها بمهرسه البطاطا، بحسين حطها بقلب المكنه تبع الكبه، المهم تكون كثير ناعمه ما يكون فيها تقطيعات هيك خشنه. تمام، هلا هيك انا حبلش بالتبهيره اللي عندي، ملح، بهار ابيض، وعندي بزر كزبره وكمون فقط. هلا بالتتبيله في نوع حشو نوع بهار، وبالبطاطا في نوع بهار، وحتى بالصوص هلا عندنا نوع بهار غير الاثنين. هلا حانزل بشوية طحين بس لعندي تلم، وصفار بيضة واحدة. أنا هون تقريبا سالقة كيلو بطاطا. هلا البيض والطحين الاثنين بيعملوا لي مثل لاصق مع البطاطا، حتى وقت اللي بدي انزل أنا هلا أقليها بقلب الزيت الغمر ما تفتح عندي، هي الفكرة تبعه. ممكن نحط شوية جبنة هون، شوي صغيرة بس كمان بتعطيها طعم طيب للبطاطا معها. تمام، هلا هيك خالصة. حانزل حاخذ بس شوي انا عشان بردهم قد ما فيي، حط له شوية جبنة بس لنساوي قطعتين سوا. هلا هي هون عندي اخذ شوية جبنة، يفضل مثل ما قلت لكم تكون باردة الصوص أفضل. تمام، هلا مثل فكرة الكبة هاخد قطعة احفرها بالنص احشيها، ما خليها كتير يعني ما احشيها كتير حتى ما تبق. هلا حاول انه ادورها مثل طابة الكروكيت،
يفضل بهالمرحلة أنا حطها بالفريزر قبل ما ألتها بالبيض والطحين والكعك، لأنه بتتماسك معي بصير كتير أسهل الشغل فيها. بس هلأ لأنه أنا ما عندي وقت، بس هون حنتبل الطحين ونساوي واحدة معكم. ملح وبهار للاثنين. إذا أنتوا كتير بتتضايقوا من البيض حاولوا تخففوا البيض بالكريم الفريش أو الحليب. هاي هون عندي الكعك شوية بقدونس، تمام. هلا هيك قطعتي، أنا حقول إنه هي أنا حطيتها بالفريزر. هأنزل شوي بالطحين، بعدين أنزل بالبيض، حاول كلها تاخذ البيض اللي فيها، بعدين بطلعها بنزل بالكعك. وهيك حبرد كمان مرة تانية قبل ما نزل بالزيت الغمر، وبعدين بقليها بزيت الغمر لتطلع عندي لونها ذهبي. وهيك قطعتنا خالصة، ونرجع لكم ورد وآية. آخر مرحلة بس لنخلص. آخر مرحلة أحلى مرحلة. واحد اثنين ثلاثة وبعدين على القلي. وبعدين على القلي. شكرا يا شيف سناء، يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية شيف. مشاهدينا، ظهرت بالآونة الأخيرة موضة الأوفر سايز أو المقاس الكبير، ولقت هي الصيحة رواج كتير كبير بين الصبايا والسيدات بمختلف أنحاء العالم اللي وجدوا فيها راحة وبنفس الوقت ممكن تكون بعض الأوقات أناقة. اليوم رح نحكي أكثر عن هالموضة وبعض الأفكار اللي ممكن تساعدنا بتنسيق إطلالة الأوفر سايز، وصارت معنا بالاستوديو مصممة الأزياء منار الخطيب. صباح الخير منار. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. يعني موضات غريبة عجيبة، شوي منشوف انه السكيني هو الموضه، شوي منشوف الاوفر سايز هو الموضه. الاوفر سايز بعض البلدان وبعض خطوط الازياء العالميه ما بتقبله، كانت كيف رجع صار موضه؟ حلك هلا، هو الاوفر سايز بالاساس موجود تاريخيا يعني من 2000-3000 سنه. كل شيء شو المقصود؟ نحن اول شغله نعرف شو الاوفر سايز. الاوفر سايز هو عباره عن اشياء واسعه فضفاضه أكثر من القياس الحجم اللي نحن بالعادة بنلبسه، يا على قد الجسم أو أكبر شوي فينا نقول. المهم عاطي التكسين تجز. إجا الأوفر سايز اللي نحن شفناه على مثل ما بيقولوا ساحات الموضة، بلش يدرس. بس هو بالأساس أصل اللباس هو الأوفر سايز، الأشياء الواسعة. بدليل على ذلك فينا نقول اللباس العربي كله عبارة عن ألبسة واسعة فضفاضة، العبايات، الجلابيات، ما كان في شيء اسمه الجواكيت، تماما ما كان في شيء اسمه شيء تماما، في شيء ضيق. كان هي بلشت من الاساس اللباس هو الاوفر سايز. كيف انتقل على ساحات الموضه؟ نحن بنعرف كلياتنا كوكو شانيل، هي عملت ثوره بالموضه، فهي اول حدا بلش بالاوفر سايز ينزله. هذا جزء من الاجزاء الكثير اللي هي نزلتها. يعني يمكن منار كثير اوقات بنشوف على مودلز مثلا معينين لابسين شيء اوفر سايز، سواء جينز او توب او اي شيء، بس هو اوفر سايز. بنجي نحن بنجيبه لحتى نشتريه او نجربه علينا، بنلبسه ما بيطلع بنفس الشيء اللي نحن كنا شفناه مثلا بالصوره. فشو الامور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نشتري اي شيء اوفر سايز؟ لا لك شغله، هلا الاطوال بالنسبه للطول، طول الصبيه، الأوفر سايز هو حجم عريض مثل ما نحن حكينا. هلا أول شغلة لازم نحن نراعيها الطول. بالنسبة للأشياء الطويلة يعني الصبية الطويلة لازم تلبس أشياء قصيرة، ما تلبس كتير أشياء طويلة يعني لتحت الورك، لأنه هو رح يعطيها حجم أقصر. فالصبية اللي عندها قصر المفروض تلبس كل شيء أوفر سايز قصير. هيدا أول خطوة. نجي هلا، دائما الصبية اللي عندها طول بترتاح اكثر باللباس ان كان ضيق ولا اوفر سايز، خاصه الاشياء الواسعه، فهي بتخفف يعني بتعطي قله حجم، بتخفف من الطول، فهي بتعطي حجم عرضي تمام من وساعه القطعه. فلهذا السبب دائما نحن بنفضل الصبيه الطويله، هي اللي بنشوفه مثل ما انت هلا ذكرتي قبل شوي، بنشوفهم بالصور لانه في بنات طويله تماما فعندهم طول معين فبيقدروا يلبسون. دائما القصير ما لا ما عندهم هذا المجال. هلا بالنسبه في شغله رح اقول لك اياها، الكنزات الاوفر سايز سهله انك تلبسيها ان كانت طويله ولا قصيره، لانه طريقه اللبس ممكن اوقات انت تفوتيها شوي لجوات التنوره، بدك اياها بالبنطلون تطلعيها بطريقه،
فهي الفكره منها من عند الكتاف ومن عند الخصر انه هي حجم عريض، فممكن انت تلعبي على هالتفاصيل هي الصغيره، يكونوا الكمام مشلفين شوي كمان لقدام. يمكن هلا نشوف صور، ما بعرف اذا بيمرق معنا الشيء اللي عم نحكي عنه. خلونا نشوف مع الاساتذه صور ونعلق عليه هون. اول صوره عم تمرق معنا هي ما بعرف اذا اوفر سايز من التوب ولا البوتوم. اوكي هو تمام. عم شوف جواكيت اوفر سايز كمان. تمام، هلا هي اصلا من الجواكيت لانه في شيء مستوحاه اوقات الكابات والعبايات. ما هي مستوحاه هذا الجاكيت من الاوفر سايز هذا اللي نحن شايفينه. والبناطلين اللي مرقوا معنا بيشبهوا الشارلستون مثلا او شيء ولا لا؟ ولا هو شيء مختلف يمكن؟ لا هلا لا لك شغله، هلا الشارلستون نحن اخذنا نحن احجام معينه. أوكي. كيف بلشنا فيها؟ انه نحن انت من عند الورك ضيق ويبلش يعرض. هون نحن هيك بلشنا نعدل على ساحات الموضة تنزيل. أوكي. يعني تاخده وتطوره بطريقة مختلفة، بس هو إجمالا سحب، يعني هو بيجي هيست ويست اللي نحن بنشوفه البيج أكتر اللي جاي نفخ أكتر. هو هيك كان من قبل. قبل ما نحن نجي ونعدل القصات اللي هي بتجي مثل ما انت هلا شفتها بالصوره الاولانيه اللي انت علقت قلت لي عنها انه ما بعرف اذا هي تمام. هذا التعديل اللي صار بنحسي غريب، بنحسي ضعنا. هي اول هي الصوره تمام. اللي كنا هذا اللي عم نحكي عنه، هذا التعديل اللي صار على الاوفر سايز. تمام. هلا نجي لهون نشوف الكنزات. موضوع الكنزات نحن كيف لازم ننسقها وقتها؟ مع يعني اذا عندي كنزه اوفر سايز شو البس تحتها؟ على فكره هي الاوفر سايز مشان ما تلبسي تحتها، هدول للناس اللي ما بيقدروا يلبسوا اكثر من قطعه. يعني هي بتجي حجمها سميك تمام، لانه انت عم تحكي على شغل سناره صوف تمام، فهو بيعطي مثل ما لنا شايفين هون الحجم الكتير. هلا وقتهم الاوفر سايز تمام. أوكي. وهلا هن دارجين كمان نحن بنعتبرهم القطنه الخشنه يعني القطبه الكبيره تمام، فهي اللي بتعطي فوليوم بتعطي حجم اكبر. اوكي بس هو الاحلى مثلا نلبس تحت جينز يكون سكيني ولا في ولا ما في داعي مثلا تحتها بيطلع حلو. يعني حتى بالنسبه للقمايش الرقيقه، يعني انا بتذكر جبتها من 3 سنين بنطلون كثير رقيق قبل ما بلشت تطلع. بتبلش عندك مصادر الموضه كيف الشركات بتقرا الخطوط الاساسيه مو بالضروري نحن شايفينها هلا، بس هي موجوده من قبل. بناطلين كثير قماشه قطن رح نقول اوكي تمام، بس قطن فيها بوليستر معالج بطريقه مش شوي يلتبس شتوي بس بتلاقيه هدل شوي. الكنزات الصوف العريضه درجة عليه. هلا بالنسبه حتى بالنسبه للساتان، اذا بدك ساتان حرير او ساتان بوليستر بتلاقيه موجود عم يلتبس تحته كنزات صوف. اوكي طب منار انت كنتي حكيتي على موضوع الطول قديش يعني بيلعب دور بانه نحن نختار تياب اوفر سايز او لا. موضوع خلينا نقول البنات اللي صحتهم مثلا منيحه بتكون شوي، موضوع الشكل الجسم هون كمان له دور ولا لا؟ هو الاوفر سايز ما فينا كمان نحدده بس للبنات اللي بيكون نحاف مثلا؟ لا فيكي هلا، بس القطبه هي اللي بتلعب دور. هلا بالنسبه للناصحه ما رح تجي تنصحها لانه هي اوريدي عندها جسم ممتلئ تمام. أوكي. فهي رح تغطي الديفو الموجود، بس القطبه الحياكه هي اللي بتلعب دور. هلا مثل ما شفنا نحن بالصور القطبه الخشنه او الكبيره الضخمه ما خرج انها هي تلبسها تمام، لانه بتعطي فوليوم اكبر تماما. فهي القطبه الحياكه هي اللي بتلعب دور بالنسبه لحجم الصبيه. طيب واصلا بتساعدها لتخبي شويه قصص مثلا ما بتحب تظهرها خاصه من عند البطن تماما. طيب خلينا نحكي عن القمصان الاوفر سايز. يعني اوكي السويترز نحن نقدر نعملهم قطبه كبيره قطبه صغيره نتحكم فيهم اصلا حلوين اوفر سايز، بس انه شميز يكون اوفر سايز غريب. مزبوط. شلون بدك تنسقها؟ هلا كثير هلا نحن كمان رح نحكي عن موضه الجلد نازله كثير اوفر سايز. هلا الصبايا هلا كثيريتهم اللي عم يستعملوا القمصان فينا نقول اللي عندهم جسم شوي ممتلئ تمام. توجه الصبيه شوي قليل كثير. نرجع نحن للفكرة الأولانية اللي كنا عم نحكي، الطول بالنسبة للقمصان هو اللي رح يلعب دور، لأنه هي مو بس بتجي ما شفت أنت صبية لابسة يعني حجمها قصير 160 مثلاً ولابسة قميص طويل وعريض كتير، أوكي رح يطلع كتير شكل مانو مقبول مثل كأن لابسة شرشف مثلاً تماماً. فهو رح يطلع شكل غير مقبول، خاصة نحن عنا بالشرق الأوسط بشكل عام الصبية تعودت على الضيق تمام. فهي موضة شوي رح تكون صعب الصبايا الصغار بالعمر يتقبلوها تمام، لأنه اتجاهنا كله على
الشيء الملفت للنظر اكثر اللي بيعطي تفاصيل الجسم. طب شو رح ينلبس القميص الاوفر سايز مع شو عم ياخذوه القعم مع شو رح يلتبس عندك على الفيزونات بيلتبس لانه انت من فوق عم تاخذ حجم عريض بده يكون شوي في تناسق بالنظر انه يكون شيء ضيق كثير لحتى يلتبس مثل ما نحن اوقات نحن بنلبس الفيزونات كثير ضيقه. هلا الفيزونات كثير ضيقه بالنسبه للجلد بالنسبه للشاموا حتى بالنسبه للتريكو بحكم انه هي موضه التريكو فانت بتقدر تخلط الجلد مثلا هنا اللي انت عم تشوفهم يا بتلاقيهم على الجروخ اكثر يا اما على الجلد اكثر بالنسبه للقمصان اللي هن هلا تراند موضه فممكن تخلطهم مع هيك. هلا في شغله ثانيه فينا نعملهم صايرين مثل الفساتين هيك عم يصير تمام حتى بالنسبه للفساتين التريكو الاوفر سايز كمان هن كثير موضه هلا بلشت الصبايا تتقبلها الفكره عرفت علي كيف على الفستان اكثر من على البلوزه صح يمكن هلا اكثر شيء عم نلاقيه كمان يعني لما بننزل على السوق وبنشوف الجينزات الاوفر سايز كمان يعني يمكن منتشره كمان هلا بشكل هيك كثير خلينا نقول نوعا ما مين بيناسبه ومين هون ما بيناسبه احنا حكينا على موضوع الاطوال موضوع اللون قديش بيلعب دور لما اشتري جينز فاتح اوفر سايز او جينز غامق اوفر سايز هلا دائما اللي عنده ورك عريض بده الاوفر سايز بيجي شوي في بومبي تمام فهاد عند اللي عنده ورك عريض فهو رح يعرض عند الورك رح يظهر هلا في كثير له سلبيات السلبيه كمان عندك من الخلف البنطلون عندك كمان عم يكبر المساحه وبيعرضها وبيعطي مساحه اطول تمام هلا هذا منيح للي عنده طول بالقامه اوكي فبيعمل مثل توازن بين قامة الإجرين وقامة الجزء السفلي من الجسم والجزء العلوي من الجسم تماماً فبيقدر يحدد شوي ويخفف من طول القامة أما بالنسبة للصبية اللي عندها يعني طول قصير طول قصير فهذا لا رح يظهر له مسافات كتير غلط بالجسم خاصة عند الورك يعني هي لعبة عين لعبة عين وألوان يعني أنا كيف بشتت العين عن الدفول موجود وبركز العين على المنطقة اللي بحب ابرزها انا هذا جزء الجزء الثاني القصة كثير بتلعب دور بانك تظهر من عند الورك خاصة بالنسبة للبنطلونات هلا كثير اوقات في عندك بناطلين بتعمل بومبي اوكي تمام في عندك بناطلين بتعمل فلات يعني يمكن هي الفكره بانه يعني مو كل شيء نحن بنشوفه بالنهايه يمكن يكون مناسب لنا نرجع على شكل جسمنا وهذا اهم شيء يعني منار ما ضل غير نتشكرك شكرا كثير على كل شيء خبرتينا يا اليوم واهلا وسهلا فيك دائما معنا. اهلا وسهلا فيك شكرا كثير يسعد صباحك ومنكمل بعالم الموضه والازياء والاقمشه المخمل في مقدمه الملابس الشتويه يلي بيتم اعتماده بكل عام لتكون قصات المخمل وأقمشة المخمل ترند بألوان وتفاصيل مختلفة ولكن هالنوع من القماش بحاجة لطريقة غسل خاصة وطريقة توضيب مختلفة عن بقية الأقمشة نتعرف عليها بهالتقرير
يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. يعني كنا تابعنا مع بعض التعليقات، اغلب العالم عم بتقول لا خلص كل حدا اللي فيه مكفيه وما حدا فاضي يسمع هموم غيره. ما بعرف ورد اذا بتوافقني الراي او لا، بس بحس البنات نحن عندنا هي العاده تبع نروح نحكي ونفضفض اكثر بكثير من الشباب. بتفضفض انت؟ انا اللي بسمعك وانا بس انا بحاول انه 95% ما احكي. اوكي بحاول، بس في 5% يعني ممكن كم شخص مقربين هي بتكون خلص واصل لمرحله يعني تمام، بس 95% ما بحكي، لانه الشخص اللي عم تفضفض له عم يدرسك، عم يشوف وين نقاط ضعفك، عم يشوف انت كيف شخصيتك، لانه اللي عم يفضفض بيكون عم يحكي ببساط احمدي صحيح. ما عم يتصنع ابدا او حتى معظم الاحيان فاتح هيك صدره للعلن، فلذلك اللي عم تفضفض له هذا الشخص اللي بيعرف اسرارك وبيعرف نقاط قوتك وضعفك، فدير بالك عزيزي. ناموا ناموا، بس تحسوا بدكم تحكوا وتفضفضوا هيك ناموا تمام. دير بالك ودير بالك على صحتك، خلينا بالطب والصحة تمام. هي أهم شيء. رح نحكي اليوم بفقرتنا الطبية عن التهاب الشعب الهوائية اللي هي من أكثر الأمراض للجهاز التنفسي شيوعاً، فشو أعراض التهاب الشعب الهوائية اللي هي مختلفة، ونزلات البرد بتأثر أيضاً على الأشخاص المصابين والمهيئين للإصابة فيها، يعني بهالوقت من السنة بتكتر هالأمراض وممكن تكون حادة أو مزمنة وبعضها عم يختلط بأعراض كورونا للأسف. صحيح. اليوم بدنا نعرف الفرق بين التهاب الصدر والكورونا وكيف فينا نفرق بيناتهم وشو العوامل اللي بتأثر على التهاب القصبات، مع الدكتور محمد هادي العقاد الاختصاصي بالأمراض الصدرية. سعد صباحك دكتور محمد. صباح الخير. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني الموجة الثانية لفيروس كورونا بانتشار واسع بكل الدول بالعالم، بعض الدول رجعت فرضت حظر تجوال إن كان جزئي أو كلي، وإغلاق إن كان شامل أو جزئي كمان. طيب نحن اليوم بموسم إنفلونزا، بموسم برد والتهابات صدرية، شو الأعراض البارزة لالتهابات الصدر بعيداً عن كورونا؟ هلا صراحة نحن بوضع حالياً وضع الجائحة لكورونا، كورونا عم يقلد أي التهاب تاني، وبالتالي أنا أقدر ميز سريرياً إنه هذا المريض هل هو كورونا أم هو إنتان فيروسي تاني خاصة إنفلونزا؟ أنا بتوقع صعب، فأنا بدي أمشي على الأعراض السريرية، على الفحوصات المخبرية لحتى أكد إنه هل هذا مريض معه كورونا ولا معه إنفلونزا أو أي إنتان فيروسي أو جرثومي آخر. أوكي، يعني ما في شيء واضح بخلينا غير موضوع يمكن المسحة أو هيك، واللي بخليه يمكن إحنا نقدر. في عندي شغلات موجهة مثلاً غياب حاستي الشم والذوق، هي يعني خاصة تقريباً بكورونا. ممكن أنا أتوجه، ولكن التأكيد هي بالمسحة. تمام. طب دكتور خلينا نحكي هيك بشكل مفصل عن التهاب القصبات، وهو ليش بيصيب الشخص؟ هلا التهاب القصبات الحاد هو عبارة عن تخريش للقصبات الهوائية. هذا التخريش بيؤدي إنه الطبقة المخاطية اللي هي بتبطن القصبات تتخرش وبتلتهب، فبتصير بتزيد إفرازات المخاط فيها، وبالتالي بيصير المريض عنده إفرازات شديدة، فبيصير بيسعل وبيطلع قشع، فبيؤدي لالتهاب قصبات حاد. تمام. طيب ليش بيصير في التهاب قصبات دكتور؟ هل ممكن يكون هو التهاب جهاز تنفسي علوي، الأنف أو البلعوم أو هالقصص، وبعدين بينزل للصدر، أو لا قد تستهدف الجرثومة أو الفيروس الرئتين فورا؟ طبعا هي بغالبية الأوقات بيصير إنتان تنفسي علوي وبعدين بيتلو التهاب القصبات. طبعا الأسباب هو غالبا أسباب فيروسية، يعني نسبة الالتهابات الجرثومية بالتهابات القصبات أقل من 6%، أما فوق 90% هو التهاب فيروسي. فالفيروس يا أما بيجي على الصدر على القصبات مباشرة، أو ممكن يساوي إنتان تنفسي علوي وبعدين يكمل على القصبات. تمام. دكتور شو العوامل اللي بتأثر على موضوع تعرضنا لالتهاب القصبات وممكن تدهور الحالة بزيادة أو تؤدي إنه تسوء الحالة يعني؟ تمام. العامل الأساسي هو التدخين. التدخين أكيد بيخرش القصبات، بيؤدي لضعف مناعة القصبات، نقص حركة الأهداب اللي بالقصبات، وبالتالي بيساعد على حدوث الإنتان الفيروسي وبالتالي التهاب قصبات حاد. طبعا المخرشات الجوية اللي هي الأغبرة، اللي هي نواتج الاحتراق، الدخان، كلها هي بتؤدي كمان لتخريش القصبات، وبالتالي بتصير بيئة لالتهاب القصبات الحاد. طيب دكتور مين هنا الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القصبات؟ مثلا بيقولوا إنه مرضى الربو، مرضى التحسس، مرضى
اللي عندهم هيك تربة تحسسية لا يستقبلوا أي فيروس، صح ولا لا؟ أكيد. هلأ أنا القصبات السليمة مناعتها جيدة، وبالتالي ممكن تدافع لو إجا الفيروس عليها، ممكن خلال الأهداب والمفرزات المخاطية تقدر تدافع عن نفسها. قصبات المريضة بالأساس عند المدخنين، عند الربويين، عند الكبار بالعمر اللي بيكون القصبات عندهم فيها مشكلة، ممكن اللي عندهم ارتجاع من المعدة، هدول القصبات بتكون بالأساس هي قصبات ليست طبيعية، وبالتالي ممكن تكون عرضة أكثر للإصابة بالتهاب القصبات الحاد. دكتور، شو هو الحد الطبيعي للإصابة بالتهاب القصبات؟ يعني نفرض بالسنة إذا الواحد عم ينصاب أكثر من مرة، هل هو مؤشر لشيء خطير مثلاً، ولا ما في معيار معين؟ هلأ معيار معين لالتهاب القصبات ما عندي أنا، بس ولكن كإنتانات متكررة أنا بدي أعرف شو المسبب. طبعا اللي عنده نقص مناعه، اللي عم ياخذوا كورتيزون، اللي عم ياخذوا ادويه تنقص المناعه، ممكن يكونوا عرضه اكثر للاصابه بالانتانات بشكل عام يعني. تمام. اكيد اللي عندهم المدخنين ممكن ينصابوا اكثر من غيرهم كتواتر يعني، او اللي بيتعرضوا لمخرجات تنفسيه فممكن يكون التواتر اكثر. اما عدد معين نقول انه لازم ينصاب فيه او اقل او اكثر، ما بتوقع في عدد محدد. تمام. طيب اسمح لنا دكتور نذكر كل المشاهدين اللي عم يتابعونا بإمكانية التواصل مع حضرتك من خلال برنامجنا عبر الرقم يلي بلش يظهر أسفل الشاشة 9342، من أي رقم أرضي داخل دمشق، من خارج دمشق بتحطوا رمز العاصمة السورية دمشق 011-9342 كرمال نقدر نصبح عليكم ونسمع سؤالكم. دكتور، اليوم نحن مثل ما ذكرت بالبداية بظل جائحة كورونا، كل مرض يصيب الجهاز التنفسي كورونا حتى يثبت العكس، هيك نحن عم نتعامل وهيك التوصيات من منظمة الصحة العالمية. طيب التهاب الشعب الهوائية أو التهاب القصبات الهوائية، هل هو مرض بيحتاج لعلاج لفترات طويلة ولا لا ممكن ياخذ كورس مضادات التهاب لمدة أسبوع ويمشي الحال؟ عادة التهاب القصبات الحاد بيروح لحاله، لا داعي لأي علاج. حاليا العلاج هو علاج عرضي، يعني إذا عندي حرارة ممكن خافض حرارة. إذا المريض منزعج من السعال ممكن مضادات السعال والإجراءات البسيطة اللي هي السوائل الساخنة والعسل، مقشعات ممكن إذا القشع ما عم يقدر يطلعه المريض، علاج عرضي فقط، لا داعي للصادات الحيوية لأنه غالبيته عم يكون فيروسي وما بتأثر على الصادات الحيوية. دكتور، كثير أشخاص مجرد يحسوا أنه هن قد ينصابوا بالتهاب قصبات يبلشوا يحسوا بشوية ألم أو شيء، تلاقي فوراً بلش ياخد أدوية التهاب، بلش فوراً بهذا الموضوع، هذا شيء صحيح يعني؟ أكيد ولا؟ أكيد غلط. أوكي. لأنه أنا وقت بيكون في عندي التهاب فيروسي فأنا وقت عم باخد صاد حيوي، وبالتالي أنا عم باخد دواء بدون فائدة. وقت بعتازه لاحقاً أنا ما عاد يأثر، بصير مقاومة جرثومية على الصاد، وبالتالي لازم يكون الصاد الحيوي بوقته، خاصة لما بتتطور التربة الجرثومية على بيئة فيروسية، يعني بصير التهاب جرثومي ناجم عن التهاب فيروسي. تمام. هون بقى العقد مثل هذا اللي بصير بالإنفلونزا. تمام. الإنفلونزا بيبلش إنفلونزا بعدين بصير عليه إنتان جرثومي. صار أول اتصال جاهز معنا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي، بدي أطلب من حضرتك نعلي صوتنا ونعرف اسمك. إيه صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي، سؤالك للدكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أنا هيك بسعود عم بضل عمل هيك وما بتطلع ساعة، ما بيطلع قصع ولا بيطلع هيك، بس بحس فيه هيك في شغلة بدها تطلع، مثلا إفرازات صفرة، أمراض عمرات بيطلع دم دكتور من بس الصبح اول ما فيق هيك ببدو دم هيك، ما بعرف. تمام. عفاية، هالحالة من زمان ولا لا جديدة؟ لها يعني فترة، يعني شي شهر ونص شهرين. اوكي، رح نعيد السؤال للدكتور ورح تسمعي الجواب من التلفزيون، شكرا لاتصالك. دكتور المتصلة عم تقول انه لما بتفيق الصبح بيكون في مثل نحنحة صغيرة انه سعال بس غير منتج، فأحياناً بيطلع دم ومفرزات صفراء، شو ممكن يكون السبب؟ هلا أنا عندي هذا السعال على وهو ما فهمت من المريضة أنه سعال مزمن لأنه صار له فترة. هلا أسباب السعال المزمن تحسسي وارد كسعال تحسسي تالي لإنتان فيروسي أو جرثومي ممكن يتم من شهر لثلاث شهور. أحياناً بيكون في عندي قلص معدي مرئي أو ارتجاع معدي بصير ليلاً، وبالتالي بتفيق، هي بيكون البلعوم خرش عندها وبالتالي بتفيق ممكن تسعل. التهاب الأنف التحسسي بيؤدي ليلاً إلى سيلان خلفي للمفرزات الأنفية، وبالتالي ممكن يتخرش البلعوم، ممكن صباحاً يكون جمع المفرزات
ممكن يصير سعال صباحي. هلا خروج دم مع المفرزات هذا يحتاج الى استقصاء. احنا وقت بيكون مفرزات عاديه مع فحص طبيعي ممكن نعتبره اليه تحسسيه او تخريشيه، اما خروج دم مع المفرزات لازم نحن نعرف شو سببه، هل هو من الرئتين ام هو من الطرق التنفسيه العلويه. تمام. هو هون شو بيكون الحل بهي الحاله؟ ممكن لازم نستقصي، نعمل صوره للصدر. أوكي. لازم فحص انفي وبالعومي لنشوف ليكون الدم عم ينزل من الانف وعم يرجع للخلف ويطلع مع القشع. اوكي حنرجع ناخذ اتصال ثاني معنا عقيل من ريف دمشق. صباح الخير يا عقيل. يعطيكم العافيه، صباح الخيرات. الله يعافيك. الدكتور عم يسمعك، تفضل. يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه دكتور. انا هلا معي تقريبا بكل سنه بهالشهرين الشتويه، اول الشتويه بيجيني سعال تحسسي يعني تقريبا بشهرين ثلاثه بيبقى وبيبدا مع بلغم لكن بعدين بيضل فقط جاف. تمام. الصوت مو كتير واضح عنا بالاستوديو، بدي اتمنى من الزملاء يوضحوا لنا الصوت اكثر، يعلوا لنا السبيكر وترجع تعيد السؤال. انت بتعاني من سعال موسمي او حساسيه موسميه مثل هالوقت بالسنه؟ تماما. اوكي شو الاعراض الثانيه؟ هلا ما في اعراض غير انه اكثر شيء عند النوم هي بتجي. عند النوم. وعند الكلام. تمام. اوكي دكتور يعني وضحت الحاله. وضحت القصه. هلا انا اول شيء كونه موسمي فهو تحسسي المنشا، يعني دائما التحسسي بيكون بموسم معين، بيكون بيتحسس من ماده معينه موجوده بالجو او بالطقس. هلا هو قد يكون سببه تحسس علوي، يعني التهاب انف تحسسي، فهذا التهاب الانف التحسسي مثل ما حكينا ليلا ممكن المفرزات تنزل للخلف وتسبب له سعال ليلي او نهاري حتى. السبب الثاني هو الربو. الربو كمان ممكن يتظاهر فقط بسعال، هذا بنسميه الربو المتظاهر فقط بالسعال. فكمان هذا بيظهر بمواسم معينه، بيتظاهر بسعال. طبعا كل حاله لها تدبير مختلف حسب اذا كان في عندي انا اعراض التهاب انف تحسسي ام لا. تمام. طيب دكتور لازم نسال هذا السؤال. تمام. الكورتيزون وعلاقته بعلاج التهابات الصدر والتهابات المجاري التنفسيه العلويه او السفليه. معظم الدكاتره بيعطوا الكورتيزون، وحتى لو ما عطوا كورتيزون المريض بشك بيقول معناتها الدكتور ما فهم على حالتي. تمام. لازم يكون في كورتيزون ولو بخاخات موضعيه. قديش الكورتيزون مجدي بهيك حالات؟ هلا الكورتيزون طبعا له استطباباته، اكيد مو بكل حاله انا لازم اعطي كورتيزون، ولكن انا الكورتيزون بفيدني بمرضى الربو ومرضى الانتفاخ الرئه المدخنين، وقت تجيهم هجمه حاده بيكون في عندي تشنج قصبات ضيق نفس، فهذا الكورتيزون الفموي اكيد بفيدني ب توسيع القصبات، اكيد بزوال الالتهاب اللي هي بالقصبات. هلا نحن في ظل كورونا عم ينصحوا انه المرضى اللي عندهم التهاب رئه بالكورونا والاكسجين عندهم منخفض كمان لازم نعطيهم كورتيزون. ذوات الرئه العاديه الجرثوميه مثلا ما في نصيحه انه نعطيها اذا مو مترافقه مع ربو او مع انتفاخ رئه. فانا برايي انه الكورتيزون له استطباباته، ما فيني انا اعطي لكل المرضى الانتانات التنفسيه سواء ذات رئه او سواء التهاب قصبات حاد اعطي كورتيزون. في هاي الابره الثلاثيه كمان بيقولوا اكيد هي غلط. اكيد غلط. يمكن هي في مشكله اللي بتصير هو انه مثلا حدا عم بيعاني من مشكله تنفسيه معينه، رفيقي اخذ القطره الفلانيه، اذا انت اخذتها بيمشي. لا هلا الموضه يا ايه الابره اللي بيخلطوا عده انواع، في الابره الثلاثيه كورتيزون مع مضاد التهاب لاستيرويدي، هي اللي بيخلطوها سوا بياخذوها، بس هي اكيد غير صحيحه. هلا هو الكورتيزون دواء سحري، يعني المريض وقت بياخذ ابره الكورتيزون راسا بيرتاح. صح. بس هي هل يوجد استطباب؟ هل ممكن تفاقم المرض؟ هذا حسب الحاله. تمام. يعني دكتور ما ضل غير نتشكرك، شكرا كثير لوجودك معنا واهلا وسهلا فيك دائما. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير. شكرا كثير لك دكتور. مشاهدينا التفاصيل الصغيره اللي بتكون موجوده باي شيء بالحياه هي اللي بتعطيها الجمال، فكيف لما نشكل قطعه فنيه كامله من قطع خرز صغيره؟ هذا النوع من الاعمال الفنيه بيتشكل عن طريق الخرز الحراري وهو فن جديد نوعا ما احترفته راما الحفاري. حبات بلاستيكية صغيرة كتير ملونة فينا نعمل فيها أي شكل بيخطر عبالنا. الخرز الحراري والمعروف بالبيرلر بيدز هو فن جديد بيستخدم للزينة وممكن يكون له استخدامات تانية مفيدة، وهالشي
استغلت رام الحفار لتصنع تصاميم كتيرة بأشكال وأحجام مختلفة. هو عبارة عن خرز من البلاستيك من نوع خاص، بيتصمم على قوالب كمان بلاستيك كمان من نوع خاص إلى شكل معين. بيتصمم الديزاين حسب مثلا بفكر بالديزاين قبل شو بدي أعمل وشو الهدف منه، مثلا ممكن بوك مارك أو ممكن علاقات أو ديكورات مثلا أي شكل. مثلا في ناس بيحبوا الشغلات ديزني أو مثلا شكل مثل على كريسماس، مثلا في نعمل ديزاينات خصوصي للكريسماس، شجرة بابا نويل، عرباية بابا نويل أو الطاقية تبعه، يعني هيك شغلات خاصة بجو معين. الدقة والتركيز مطلوبين، وكمان الخيال الواسع لرسم الأشكال وتشكيلها عن طريق الخرزات الصغيرة، وحتى درجة الحرارة إذا ما كانت محسوبة 100% ما حنحصل على النتيجة يلي حابين نوصل إليها. هو ما بيتطلب كتير، بيتطلب بس الخرزات اللي هن أصلاً وقوالب، في قوالب مدورة مربعة كل شكل، يعني مو كل الأشكال بتزبط على نفس القالب، بس ملقط لأنه صعب يمسكوا خرزات كتير صغار ومكواية وورق زبدة. الأول كانت ردة فعل العالم كمان هيك إنه شيء غريب، أنا من زمان كنت عم أشتغله بس كهواية، يعني هيك حبيت طريقة التشكيل تبعهم وهيك كتير حلوة وهيك ساتسفاينج، حسي إنه شيء مبسوطة أنت عم تعملي. بعدين لقيت إنه حلو إنه شيء غريب أعمل منه شغل. بده دقة شوي، بده إنه الواحد يكون له خلق، إنه إذا واحد عصبي ما حيقدر يسوي هيك شغلات صغيرة كتير دقيقة. الاعتقاد الشائع بأنه شغل الخرز مجرد لعبة أو وسيلة تعليمية للأطفال نفته رام الحفار، وكمان أضافت عليه لمسة وروح فنية جديدة. مرة جديدة لعند الشيف سناء ونشوف الطبق ولوين وصلت فيه. تفضلي يا شيف. عم نقلي الكروكيت، منحاول ما ننزل أكثر من 2 لـ 3 قطع مشان الزيت ما يبرد عنا وتفتح. حنبلش هلا أول شيء بالصوص. طيب للصوص عنا زبدة وزيت، عنا بصلة ناعمة، عنا ثوم، بندورة بارشتها أنا بالمبرشة، وعنا رب البندورة، وعنا أوريغانو، دبس رمان اختياري بتحبوا، اذا فيها نسبه حموضه محسن ننزلها. هلا حنزل زبده، زيت، بحسن ننزلها ريحان فريش. هلا انا مقطعته بالاخير كثير بيطلع معها طعمتها طيبه. انا هلا اليوم حنزل أوريغانو، بحسن كمان نزل ريحان كمان ناشف، يعني أي نوع من أنواع الأعشاب الناشفة أو الفريش بيكون أفضل. كل شوي محركون للكروكيت، حاول نخلي لونه شوي فاتح. هلأ حنزل بالتومة، حاول قد ما في طريه، تمام هيك منيحة. بنزل بالثوم،
إذا حابين تنزلوا لها شوية فلافل خضرة نحسن ننزلها، بس نحاول إنه تكون مبروشة كمان برش، أنا ما بدي إياها تبين بالصوص. هلأ نزلت البندورة أنا بارشتها، فينا كمان إذا بدنا إياها، يعني إذا نحنا ما عنا وقت وبدنا نضطر إنه ننزلها قطع كبيرة بنعطيها ضربة بالخلاط كمان بيمشي الحال. هلا هي الجبنة اللي عم تطلع، هي الجبنة اللي بتطلع كيف طيبة معها. كمان هنزل برب البندورة، هي المفروض هذا الصوص بده تعقيد، يعني انا قد ما في ساويه هلا مثلا بغليه هلا على نار قويه بعدين بتركه على نار هاديه، كل ما تعقد كل ما هيك افضل بيتسبك معه. هنزل بالاوريجانو، ممكن انزل حبق مثل ما حكينا، وهلا التتبيله تبعي ملح بهار ابيض. بودرة البصل وبودرة الثوم فقط. هلا هنزل بالدبس الرمان شوي صغيرة بس لتعطيها حموضة، يعني تقريبا قدر معلقتين كبار، وهيك صوصنا خالص. هيك هدي عليه واتركه ليرتاح، وهيك تقريبا خالصين قطعنا. هيك هنتركهم بس شوي تانيات ليتحمروا ونرجع لكم وردوا آية. شكرا يا شيف، حلوة الملاحظة انه ما تكتر الوجبة اللي عم تقليها مشان ما تعجن او ما تفتح ما وكمان تنزل حراره الزيت بتقوم تفتح عندي القطعه. انا كنت لما اقلي بطاطا حط كل شيء بطاطا بالطنجره وتطلع عجين وناكلها بس. شكرا يا سيف. شكرا يعطيك الف عافيه. ودائما بنأكد على اهميه ممارسه الرياضه خاصه بفتره الصباح، رياضه الصباح صارت جاهزه. يسعد صباحكم، معكم الكوتش رينار من الأبتاو سبورت أكاديمي. اليوم حناخد مجموعة تمارين لعضلات الترايسبس، الإيد الخلفية اللي بيعاني من ترهلات منها أو حابب يشدها. هدول التمارين رح تفيدكم. رح بلش دغري أنا بأول تمرين، حناخد دمبلز أو أي وزن عنا إياه بالبيت ممكن يساعدنا. حنزل على ظهري، حرفع إيدي الاثنين على مستوى الصدر لفوق، من هون رح أنزل لتحت باتجاه الرأس ورجع بطلع. بنحاول نثبت الكوع قد ما فينا، ما بنحرك كوعنا يمين او يسار. اهم شيء النزول يكون بطيء، بعدين فينا نطلع بسرعة. تسعة عشرة رح ريح. حروح التمرين يلي بعده، رح لف ايدي الاثنين بهي الطريقة، حنزل باتجاه الصدر، نرجع نرفع لفوق. كمان بنحاول نثبت الكوع قد ما فينا حتى نضمن استهداف عضلة الإيد الخلفية. عشرة حريح. هنستغني هلا عن الدامبلز ونروح على التمرين يلي بعده، حنستخدم فيه وزن الجسم. من هون رح ثبت على ايدي هي، حانزل داون اب اب، خلي جسمي بهي الطريقه. اوكي ايدي ما رح ركي فيها هون، لا رح تضبها لجوا. حانزل بهي الايد واطلع لفوق، فورا رح نحس بعضله الترايسبس. ما عم انزل نزله كامله بس عم شد لفوق شده كامله.
10 رح ريح، حانقل على الطرف الثاني. طبعا انتم رح تعملوا اكثر من هيك، حنعمل 15 او 20 عده في حال كان عندنا ترهل زائد. المجموعات 4 مجموعات نفس الطريقه، رح ضب ايدي لجوا وبهي الايد رح انزل داون اب عشرة رح ريح. حروح التمرين يلي بعده، حنحتاج فيه اي شيء عنا اياه بالبيت عالي، سواء كان كنبه كرسي او حتى ستيب. انا هون عندي البوزو حنحطها بهي الطريقه، حثبت ايدي الاثنين لفوق، حرفع جسمي برا الكره وحانزل داون اب لفوق again. عشرة حريح. وهيك بنكون خلصنا تمارين اليوم أعزائي. هدول التمارين فينا نعملهم مرتين بالأسبوع إذا كان عندنا ترهل زائد، مثل ما اتفقنا من 15 لـ20 عدة. وأنا بشوفكم بالحلقات الجاية. هزة أرضية متوسطة الشدة وقعت منتصف الليل، شعر فيها سكان العاصمة دمشق ومناطق ريف دمشق على عمق 10 كيلومتر. ضرب صباح اليوم زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وهزات متتالية شعر فيها سكان طرطوس واللاذقية، وعبارات كثيرة تصدرت القنوات التلفزيونية الصحف ومواقع السوشيال ميديا بالآونة الأخيرة، أثارت مخاوف وتساؤلات عديدة عند الناس، والكتار خطر على بالهم هل من الممكن المنطقة تشهد زلازل مدمرة لا سمح الله مثل ما شهدت من حوالي 2 قرن. ورد رح يخبرنا أكثر عن أسباب الزلازل يلي ضربت سوريا بالماضي وأقواها عبر التاريخ بالعالم العربي، وشو بده يخبرنا أكثر. أكيد الموضوع صح، عندك تفاصيل أكثر عن الزلازل وسبب نشأتها وأسبابها الجغرافية والجيوتكنيكية، كمان نحن بنقولها بعلم الهندسة المدنية، لكيف بيصير زلزال. موضوع الزلازل واسع وكبير كتير، لكن إذا بدنا نحكي عنه بطريقة مختصرة كيف وصفوا الخبراء، فهن قالوا إنه الفترة اللي تشكلت فيها الأرض أدت لتشكل قشرة أرضية بتتكون من مجموعة من الصفائح اللي بتتحرك بشكل غير ملاحظ بشكل مباشر للإنسان اللي عايش على سطح الأرض، ونتيجة تراكم هالحركة مع السنوات بيحدث تأثير خطير ويلي هو الزلزال، إضافة للنشاط البشري يلي ممكن يكون من العوامل المهيئة لهالكارثة، لكن أغلبها بتكون ناجمة عن مصادر تكتونية وبتكون شدتها بدرجات مختلفة حسب مقياس ريختر. وبالنسبة للصفيحة السورية، سوريا قائمة على صفيحة بشرق أوسطية، فهي تقع فوق الصدع يلي بيفصل بين الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية ويسمى صدع البحر الميت، وهو بيعتمد على عدة عوامل من مقدار الطاقة المتحركة مع الزمن ونشاطها الزلزالي التاريخي. يعني شفنا بالإنفوغراف تعرض سوريا لزلازل بعضها كان مدمر عبر التاريخ،
هالشيء اللي بيخلي الناس تتساءل انه يا ترى الهزات الارضيه يلي عم نشعر فيها بالاونه الاخيره وبالفتره الماضيه ممكن تكون اشاره لوقوع هزه مدمره لا سمح الله مثل اليابان وشو صار فيها؟ الجواب كان حسب المركز السوري الوطني للزلازل بانه الهزات يلي تعرضت لها الجغرافيا السوريه خلال الايام الاخيره ما بتخوف ابدا، وهي ظاهره طبيعيه، فالارض عباره مثل ما ذكرنا عن مجموعه من الصفائح اللي بتتحرك بشكل مستمر ودائم، وهو الهزات المهيئه لحدوث زلازل كبيره مدمره من المفترض انه تحصل مئات المرات بالمناطق النشطه بنسبة ضئيلة، بعدين بيصير زلزال مدمر، نرجع منكرر الله لا يقدر. ولكن بحال حصول هزات بشدة 5.5 فالأبنية مقاومة لهالهزات، لأنه نحن مندخل عامل ببناء المباني اسمه عامل أمان ضد الهزات الأرضية، هو 5.5 إجمالاً حسب الكود السوري، وما في تخوف من وقوع أضرار مادية أو بشرية. الزلازل ظاهرة هددت حياة سكان الكرة الأرضية عبر التاريخ، ومعظم العلماء أكدوا أنه بتحدث بفترات دورية مع مرور الزمن، وحسب الدراسات بمنطقة بلاد الشام وبخاصة سواحلة تشهد كل 250 سنة تقريباً زلزال عنيف بقوة 7 درجات أو أكثر على مقياس ريختر، لكن ببعض الأحيان قد تنهي الطاقة المتجمعة على مراحل بشكل خفيف أو غير محسوس، بس من الضروري دائماً أخذ الاحتياطات والاستعدادات القوية والفورية لمواجهة أي طارئ، مع التطور يلي عم تشهده بالعديد من المجالات مثل تصميم مشروع لمساعدة الدول بمختلف القارات على الاستعداد للزلازل المستقبلية واتخاذ خطوات لتخفيف الأضرار المحتملة. من النشاط الزلزالي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تصطدم اللوحة العربية باللوحات الأوراسية والأفريقية. قارة أوروبا تعد قارة هادئة نسبياً من الزلازل، باستثناء المناطق المعروفة بنشاطها البركاني مثل منطقة حول أيسلندا الغربية، حيث يزداد خطر النشاط الزلزالي على طول أجزاء من ساحل البحر المتوسط. يعني رغم التطور الكبير بتحديد خريطة توزع الزلازل على وجه الكرة الأرضية وإنشاء بعض
البلدان أبنية مقاومة لهالكارثة الكبيرة، بس كلمة زلزال لمجرد سماعها وتداولها بيصير في زلزال بحالتنا النفسية وذعر كبير بين الناس، وخاصة لما يشعروا بالمكان يلي هن فيه إنه في حركة غريبة عجيبة، بيقولوا إنه التريا صارت تتحرك أو حسينا بدوار فعلاً كأنه في هزة أرضية. بس مع هيك من الضروري ندير بالنا ونلتزم بالهدوء عند حدوث أي هزة أرضية ونتخبى بمكان مناسب، مثلاً تحت الطاولات أو حتى بإطارات الأبواب أو حتى خارج البيت، ونبتعد عن المباني ونتجنب استخدام المصاعد الكهربائية. طبعاً نحن بدورنا يا آية بنتمنى السلامة لبلدنا وللجميع، ومنقول إنه فعلاً مثل ما أكد المركز الوطني للزلازل بسوريا إنه هالهزات الأرضية لا تنبئ بزلزال كبير. إن شاء الله يا رب الله لا يسمع إنه نصير بزلزال مدمر مثل اللي شفناه هون على الشاشة. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. يعني مشاهدينا الكثير من الظواهر الطبيعية بتشهدها الكرة الأرضية، بعضها مألوف ومعتاد وبعضها بيكون نادر الحدوث. خلونا نتابع مع بعض بعندكن علم أغرب الظواهر الطبيعية ببعض المناطق حول العالم. صار الوقت لننتقل للأبراج والحظوظ، وتعرفوا شو مخبي لكم الفلك مع مدام نجلة قباني. صباح الخير يا مدام. صباحك خيرات يا ورد. صباحك خير مدام. يا صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 9 كانون الأول، يعني 9/12، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، المشتري وزحل مشتري كوكب الحظوظ سعيدة يتقدمان في برج الجدي. المريخ ما زال متقدما في الحمل ولآخر السنة، وحيطلع 7/1 ليدخل على برج الثور، ما زال هو في برج الحمل. طبعا ما زالت الزهرة في برج العقرب، بدها 16 لتدخل على برج القوس. عطارد ما زال في برج القوس الى جانب الشمس، هو اللي عم بيعمل بعض المشاكل مهنيا للعذراء، للجوزاء والحوت شوي عائليا طبعا، وما زلنا عم ننبه شوي صحيا للميزان السرطان والجدي والحمل. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عنده يوم يعني له علاقة بشوية يأس، ما بعرف إذا ضايق خلقه، معصب، عنده نوع من أنواع التأجيل، التسويف، قصص ما عم تزبط مثل ما بده. كلياتنا معرضين للخطأ، ما في حدا فينا كامل، فلا تفترض إنه نحن كاملين، لا تفترض إذا وعدناك وعد يفترض إنه نلتزم فيه على التكة. حاول قدر إمكانك إنك تغفر لنا لو غلطت بحقك اليوم بالأشياء المعتادة. أنا قصدت اليوم يوم بحاجة لمصالحات، بحاجة لطولة بال، بحاجة إنك ما تعلي صوتك فجأة وتعصب باعتبارك أصلاً تنتمي إلى الأبراج النارية. برج الثور اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، رغم إنه هو يوم للعمل بامتياز. غير موضوع العمل، أنا بقول فات من تفتيحة عينه اليوم مولود برج الثور، في عنده قصة صحية ممكن يحتاج له فيها شي حبة مسكن، تعبان شوي أو مكسل أو فاقد للطاقة أو ضايق خلقه، شرب لك شي كاسة عصير برتقال، جزان، هدول الأشياء اللي بتنشط عموماً، لأنه فعلياً اليوم شغلك كتير وبحاجة تستعر لك من عند جارك الجوزاء مثلاً شوية نشاط. أعتقد أنك فاقد للطاقة مولود برج الثور. الجوزاء هو الأنشط اليوم على كل، أنه يمكن عم بيبرمج عقله ليرتب أموره. اليوم يوم جيد لألك للقاءات أو لأخبار أو لاجتماع مع زملاء أو لتعتمد
على من تحب أو ليكون عندك قصة مستقبلية تناقشها بشكل إيجابي. أنا أعتقد أنه هاليومين بالمجمل للأخبار السعيدة لمولود برج الجوزاء لتحسن أمورك المهنية، فقط عائلياً شوي انتبه، لأنه أعتقد أنه هاي فترات في عنده خيارات مولود برج الجوزاء على الصعيد العائلي، عم بيقول أعمل هيك ولا أعمل هيك، سوي هيك ولا سوي هيك. مولود برج السرطان اليوم الأمور بالنسبة له متعبة، الحياة ما أنه كتير الأريح. لا أتمنى أن يكون التعب صحياً، خاصة إذا مثلاً أحد الأولاد جدي، أحد الأولاد ميزان، الزوج الزوجة ممكن حمل، يعني هاي الأبراج اللي أصلاً في عندهم جزء اليوم من تعب صحي. حاول تحسب كلمتك وقت اللي بتقولها اليوم، واليوم ما تزعج نفسك تزعج الآخرين بأشياء ممكن أنت تقدر تتعداها. اليوم إذا في شيء ضايقك أو عم بيضايقك فبتقدر تتعدى، أنا واثقة. عزيزنا الأسد اليوم عنده حركة نشاط، واليوم في يوم للفرج مثل ما بيقولوا، أو للحلول أو للمصالحات أو للاعتذارات. أحد الأيام الإيجابية فيها مساعدة من الآخرين، فيها دعم. ما بعرف إذا مشغول بذكور غالباً، رفقة، أهل، أشقاء، زملاء بالعمل مشغول فيهم اليوم. مولود برج الأسد نازل على السوق، عم يلبس ثياب محبة، يعني اليوم الأمور جيدة لك. مولود العذراء غالباً عم تناقش ببعض الأمور المالية وعم تعالج أخطائك السابقة. يوم للقبض، للدفع، للترتيب، للتنظيم على الصعيد المالي، ويوم حاول توضع قرشك بمكانه اللازم. كأنك عم تناقش ببعض الأمور المالية وفي شيء ما كتير عاجبك على الصعيد المالي. وجود عطارد في برج القوس عم بيخليك يا تصرف أكثر مما يجب، يا تقول يا قدي في غلا، فأنه تبطل إنك تشتري الغرض الفلاني اللي هو لازمك. هلأ هذا أزبط، هذا إذا تقدر تعمله هذا كتير منيح. مولود برج الميزان اليوم فايق نشيط وعنده أمور إيجابية العلاقة بالعواطف. ما بعرف، مو فكرة عواطف عواطف، هي فكرة محبة من الآخرين، فكرة إنه الأمور العائلية اليوم أكثر استقراراً. هلأ لسه أنا ما بشوفك كتير الأفضل عائلياً، بس الفترات هاي جيدة عاطفياً عموماً بوجود الزهرة في برج العقرب. وهلأ لسه دخولها على برج القوس رح يحسن لك أمورك العاطفية. أنت تفتح مولود برج الميزان بوابات تؤدي إلى مصالحات. مولود برج العقرب أنت أكثرنا تعباً، ما بعرف إذا القصة اليوم إنك لا مبالي، غير مهتم، مو فرقانة معك، وربما تتهم بهي القصة، يعني مو بالضرورة أنت تكون هيك فعلاً، بس ربما حدا عم يتهمك إنك مو مهتم فيني، ما عم بتدللني، ما اتصلت فيني، ما حكيت معي. وممكن حدا يقول لك اليوم خبر ما كتير مريح. أنا ما بعتبر اليوم الأمور الأريح للعقرب، عم يتخبط كأنه بمفرده، والأمور يعني مو كتير مريحة. عزيزنا القوس اليوم الأفضل على صعيد عائلة، شراكة، زملاء، سفر إذا وضعك يسمح. أفضل يوم للسفر، أفضل يوم لتدخل مؤسسة حكومية، لتتعرف على ناس جدد، لتكون مع مجموعة جميلة محبة مؤيدة لألك. أنا أعتقد أنه اليوم في تفاؤل عم بيرافق خطواته لمولود برج القوس، وكأنك تتعرف على أناس جدد. الجدي اليوم أكثر حدا متعب، وأكثر حدا لازم يحافظ على هدوءه، ثباته، دبلوماسيته، ويحافظ على الناس اللي حواليه. أنت شخص صامت عموماً وبتحط بقلبك، بتنفجر ببعض الأحيان لأنه بتكون كتير مخبي بقلبك ومراكم، ففجأة إذا عصبت من قصة بتنفجر. اليوم بقى هذا اليوم، يعني هذا اليوم اللي ممكن يعلى صوتك فجأة لدرجة اللي قدامك يطلع فيك إنه لشو أنت عصبت هيك. لما بتكون السبب نفسه بيكون السبب إنه أنت مراكم شيء سابقاً. هلا أنا ما كتير بشوفك مرتاح، بشوفك قابل للشجارات اليوم أو مضايقات، وقراراتك شوي ارتجالية. عزيزنا مولود برج الدلو اليوم الأمور جيدة جداً بالنسبة لك، خاصة لتناقش أمور مالية بدون خجل. أنت متضايق مالياً، ما أنك مرتاح على الصعيد المالي، ففعلياً هو ما رح ترتاح قبل 15-16-14، يعني لسه في 5-6 أيام، بس بالمجمل رايحة الأمور للأفضل. يعني أمورك المالية ما أنا سيئة بالمتبقي من العام، بس مريح إنه نحنا نحاول ننظم، نطالب بحقنا، نرتب، يعني الأمور اليوم أخذ هذا الطابع، كأنك عم تصل لنقاط اختلاف بينك وبين الآخرين.
يوم جيد لمولود برج الحوت، محيط عمل مؤيد داعم متصالح معك. يوم فيه اعتذارات، فيه مصالحة ممكن، فيه نقاش ممكن يؤدي إلى حلول، فيه مساعدة من غيرك، ممكن تكون مساعدة مادية معنوية. ما في صعوبات عند مولود برج الحوت، ما في عراقيل، بالعكس الأمور اليوم عم تكرج بسهولة ويسر، وليس فقط هاليوم، يعني اليومين ثلاثة اللي جايين كلهم أنت عم بتقوم بدور فعال بحياتك الشخصية والعملية والأمور جيدة. خليني عايد مولود اليوم لمولود تسعة وأتمنى له السعادة، سعيد بحياته، مثابر بعمله، ثقته بنفسه كبيرة، وهذا اللي بيبعد عنه القلق عموماً. في بعض الأحيان بيبالغ بالكلام لدرجة أنه يعني بيتضايقوا منه مستمعينه، أناني شوي، بس الأنانية الحلوة، لأنه حدا معطاء جداً للآخرين، بس كمان حدا بيعرف يرتب أموره ومحب لنفسه، مهما عصب مهما علّى صوته، بس بالنتيجة هو شخص طيوب كريم عموماً، طيب القلب، مولود لا يزعج نفسه بالتحليلات وبالتفسيرات، بترك الأمور هيك تمشي مثل ما هي، بلحظة ممكن يعصب وممكن يكون لسبب تافه. صح نجلة؟ أمورك جيدة جداً في العام القادم، سنة جيدة جداً على كل الأصعدة، خاصة لتغييرات، وأنا بقول هالثلاث أربع شهور بالذات اللي جايين ممكن يكونوا أميز كتغيير، لأنه فعلياً في بداية جديدة بالنسبة لك، ربما عاطفية، ربما بالعمل، والأمور حواليك مبشرة. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ماريا بنت فهدى، إذا عم تسأليني صحياً، فأول شهرين بالسنة ماريا هي اللي حملت لك تعب، هاي الفترات ما في شيء، ومع ذلك روحي استشيري أخصائي، أكيد بتكون الأمور بالنسبة لك أفضل، يعني الأمور أخذ طابع شوية تعب ببداية السنة. على كل الأحوال يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائماً بخير. ضلي دائماً أنت بخير مدام، شكراً كثير لك. شكراً في كتير. منظر جميل جداً، لازم نشوفه مع بعض. هيا بنا، هيا بنا سوية نشوف الكروكيت بطريقة الشيف سناء. ما في إضافات اليوم؟ مثل العادة لا ما في إضافات، هلا ممكن ننزل شوية دبس رمان، بس أنا حتى ما أنزل المنظر بعدين من ننزلها. هلا هون عنا طبق فردي مثل العادة، وهون طبق للعائلة كلها. يا عيني. يا سلام، هيك شجرة الميلاد بالكروكيت. تمام الكروكيت. عم نستقبل السنة الجديدة. شكرا كتير لك سيف، يعطيك ألف عافية، وهذا كان كل شيء مشاهدينا بحلقتنا لليوم. يجدد موعدنا معكم بكرة 9:30 صباحاً، منكون ناطرينكم. أكيد. حاولوا تضلوا بطاقة إيجابية قدر الإمكان، لأنه نحن لازم نكون إيجابيين رغم كل الظروف. ضلوا بخير. ضلوا بخير.